قال مدير مجمع الوفاء الطبي بقطاع غزة دكتور حسن خلف في تصريحات للجزائر الدولية إن الوضع في مستشفيات القطاع كارثي لانقطاع الكهرباء ونقص الوقود، محذرا من توقف الخدمات الطبية إذا استمر القصف والغارات الجوية على القطاع. لقد أعلنت وزارة الصحة منذ أكثر من 10 أيام أنها تترنح وأنها على وشك أن يعني توقف خدماتها، والآن فعلا يعني أنا مطلع على مع إخواني في وزارة الصحة أن الأمر قد يعني لن يستطيعوا أن يصمدوا إلا ربما ساعات أو ربما يوم أو يومين، ولكن من يسمع هذه الكلمة يجب أن لا ينظر إليها أو يقدرها تقديرا أعمى. القضية ليست فقط أنه توقفت مستشفى، عندما تتوقف الشفاء والمستشفيات معناها أنه قتل جماعي. القصف لا يتوقف ليل نهار، العذاب في النهار والعذاب في الليل. عندما يعني يجد هؤلاء الناس لا يجدون مكان يتحركوا فيه ولا مكان يلجأوا إليه، حتى لو وجدوا مكان لا يجدوا ماء لا يجدوا طعاما، ومنذ أكثر من أسبوع الإسرائيليين يقصفون المخابئ.